صحيح أنه بلاغ البحث والتحري الصادر بحق القيادة بحزب القوات اللبنانية إبراهيم الصقر سقط حكماً بعد مرور مهلة الشهر، إلا أنه الدعوة بحقه بجرائم احتكار المحروقات وتبييض الأموال لا تزال قائمة أمام قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية بزحلة. تجاهل الصقر المسار الأمني القضائي بقضيته من مداهمات كل من الجيش اللبناني وفرع المعلومات وضبط الخزانات بأرضه ومصادرة المحروقات، وصولاً لتحقيقات وإدعاء كل من القاضي غسان عويدات والقاضي أماني سلامة بحقه وحق شقيقه، وبأول إطلالة إعلامية له من بعد ما كان فار من وجه العدالة صوب سهامه باتجاه الطيار الوطني الحر، مستخدماً لغة التهديد والوعيد بحق العونيين من أبناء زحلة. بدي حابب لك شغلي يا أستاذ جبران، أنا لا القوات إلا دخلي هلأ ولا سمير جعجع له دخلي هلأ. بحب لك شغلي، وحياة الشواري بهوضي بحلقهم بنص زحلة، إذا بخلي ابن مرة عوني علي راسه وأنا طيب، وأنا إبراهيم الصقر وتسألوا عني. مجرد بهورات إعلامية هو منه قدة، هيك رد عضو تكتل لبنان الأول نائب سليم عون ابن زحلة على حديث الصقر لا يضيف عبر الأو تي في هيدا مش أخلاقيات الزحالنة. بنعتبره هيدا شواذ عن القواعد الزحلية، بس إذا بدك بكل صراحة أنا ما كتير استفزني، لأنه ما حسيت الضرر أو الإهانة لحقتنا. بالأساس إذا عم يحكي باسم عائلته ما بعتقد كلنا بنعرفها، يعني عائلة كريمة وأبدا ما بتتصرف هيك تصرفات. وبعدين الفريق السياسي اللي بينتمي إله عم يحكي باسمه، ما بعرف إذا هالشي بيفيده. وين الأذى بيجي من ناحية الحقن والشحن اللي معقول يتسبب بقلب المدينة؟ لأن نحن كل هيدي الفترة السابقة كنا عم نعزل الخلافات السياسية عن أجواءنا بالمدينة، لأنه المدينة متعددة الآراء وفيها من كل الأطراف، ولا تعودنا فريق يهين الآخر، كلنا بنحترم بعضنا. هو الغريب مش بس في عدم احترام للطيار، لكل المرجعيات الزحلية والبيوتات الزحلية ما بيوفر حدا منهم، لا الكتلة الشعبية والسيدة مريم سكيف، لا آل فتوش، لا آل الهراوي، ولا حدا. العونيين منا مكسر عصبي زحلي، بل بالعكس رافعين راسنا، وكل يوم بنرفع راسنا، بنرفع راسنا بماضينا وبحضرنا. إن كنا كمجموعة أو كخيار سياسي أخدينه بالمجموعة اللي نحن بننتمي إلها، ولا عصعيدنا كأفراد وناس منعرف زحلي منيح وزحلي بتعرفنا كثير منيح كمان. الصقر تابع متحدياً الطيار بالانتخابات النيابية القادمة. أنا اليوم بهيدا الموقع من وراء تأييد شعبي، من وراء تأييد ناس بحبوا الطيار الوطني الحر، وصلوني على البرلمان، مش بالبهورة الفارغة. اللي بده يهدد بنقول له تفضل على الانتخابات بأيار، وهونيك بتفرز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، وهونيك مزبوط رح يدوب التلج. تهديدات الصقر العلنية وفي حال عدم تحرك النيابة العامة، هل رح تكون محط دعوة من الطيار الوطني الحر؟ في أكثر من محامي وأكثر من إنسان زحلي رح يتقدم، عم بيحضر حسب معلوماتي عم بيحضر شكاوى. أنا هدفي مش المحاسبة والقصاص أكثر ما هي ما خلي هيدا الموضوع يتمادى، ونسمح بعدين لهيدا الشحن يؤدي لخلافات داخلية لا سمح الله. محاولة المذيع لثاني الصقر عن تهديداته باقت بالفشل، فالأخير تابعه لجأ أيضا للقدح والذام، فهل بيعاقب القانون على هيدا الجرائم؟ منوش طيار مسيحي هيدا، بأكد لك هيدا طيار يهودي، طيار الوطني الحر يهودي، جبران باسيل يهودي، وأنا مسؤول عن كلامي، وخلي حسبوني إذا هيدي بتتحاسب عليا بالقانون، خلي زدوها صفحة على الدعوة اللي علي. بس أنت عم بتوجه تهديد مباشر على الهوى لكل شخص عوني بزحلة، هل هذا يجوز؟ هل يجوز أنك تهدد الناس؟ ما عبر عنه إبراهيم الصقر بالأمس هو عبارة عن تهويل وتهديد بالتصفية غير مباشرة لفريق سياسي كبير وازن في منطقة زحلة. أما نعت الوزير جبران بسي بأنه يهودي أو هذا الفريق السياسي بأنهم يهود، هيدا ينال من الوحدة الوطنية، هذا يعكر الصفاء بين الأمة. على أي متضرر اليوم أن يتقدم إما بإخبار إما بشكوى شخصية أو يتحرك الحق العام بهذا الخصوص. هناك جرائم تصل عقوبتها بحق إبراهيم الصقر إلى 3 سنوات. أما ما يقال عن أن هناك شخص لا يمكنه أن يبرأ مثل ما قال،
هذا تهديد بالتصفية، هذا تهويل، هذه جرائم جنائية يجب أن يعاقب عليها، وهذه العقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة على الموقع. الحلفان بحل إشواري بشكل محط سخرية عند ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن بين التعليقات: ما بقى حدا منكم يهدد بحل إشواربه، سبق ومعلمك قال بال2012 إذا بشار الأسد ما سقط بال2012 بدي أحلق إشواربي، حتى بحل إشوارب ما طلعته قدها.